لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. أعلن والي الحسيمة الجديد أن قوات الأمن المغربية بدأت انسحابا تدريجيا من وسط مدينتي الحسيمة وإمزور شمال المملكة، وأضاف أن هذه التعليمات أتت من الملك محمد السادس من أجل ضمان الحريات. وبدأت قوات الأمن المغربية مع بداية الأسبوع انسحابها التدريجي من وسط مدينتي الحسيمة وإمزور بشمال المغرب اللتين تشهدان منذ 8 أشهر حركة احتجاجية بحسب مصادر متطابقة. وقال والي الحسيمة الجديد فريد شوراق أمس الاثنين إن أول انسحاب أنجز تدريجيا في إمزور ومن ساحة محمد السادس بالحسيمة، وأضاف إنها رسائل عميقة آمل أن يدركها الجميع. الانسحاب سيتم على مراحل، مؤكدا أنه ينفذ توجيهات وتعليمات الملك محمد السادس لضمان الحريات. وتابع إذا تفاعل المحتجون إيجابيا مع هذه الرسائل فستليها أخرى في الاتجاه ذاته. الثقة والأمن مرتبطان حتى العودة إلى الوضع الطبيعي حسب تعبير الوالي شوراق. وقال أحد سكان المدينة انسحبت الشرطة فعلا من ساحة الحسيمة المركزية وبقي بعضهم باللباس المدني إضافة إلى عربات مركونة إلى جانب مفوضية الشرطة المجاورة كما هي الحال في الأوقات العادية. وبعد نحو 8 أشهر من احتجاجات في المنطقة بدأت سلمية ثم تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، تدخلت الأخيرة بعنف خصوصا في 26 يونيو 2017، وكان تم توقيف أبرز قادة الاحتجاجات في نهاية مايو، وبات إطلاق سراحهم أحد أبرز مطالب المحتجين. كما يطالب هؤلاء بإنهاء عسكرة المنطقة في إشارة إلى الانتشار الكثيف للأمن في الشوارع. ومن شأن انسحاب القوات الأمنية من الشوارع أن يعيد للمدينة هدوءها بعد أزيد من 8 أشهر من الاحتجاجات المتواصلة والتي أدت إلى اعتقال العديد من نشطاء الحراك، ناهيك عن خسائر مادية كبيرة بسبب المواجهات التي كانت تحدث بين قوات الأمن والمحتجين. AudioJungle.